الرحمة والخلود والمغفرة لشهداء الاحتجاجات، شهداء الثورة المباركة، وإن شاء الله الشفاء العاجل الجرحانة. بالحقيقة الوضع مأساوي مع الأسف، ومع شديد الأسف، مع شديد الأسف إحنا خلصنا من نظام دكتاتوري، نظام مجرم، وقلنا العراق يعني اجى بصفحة جديدة وراح تصير الأمور، وتفاءلنا بخير، لكنه مع شديد الأسف تفاجأنا بالواقع، وإلا القضية طلعت خسرانة، وفاجأونا بهذا اللي صار. احنا شعب انظلم، شعب طالع من زلزال، شعب طالع من 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 نظام دكتاتوري قمعي جائر، وإلا تفاجأنا بهذا الموضوع. شلكم علينا، تعبنا، ملينا، طلبونا بطلب عمي الرجال الكبير أبو 60-70 سنة يدفع عربانة بالسوق بهذا البلد، ثاني احتياطي بالعالم بلد الخيرات، يدفع عربانة بالسوق أبو 70 سنة حمال، ايش خليته للمروة، للإنسانية، ايش خليته بالبلد؟ البلد طالع من زلزال، طالع من كارثة حقيقية. البلد من أسوأ اليوم، من أسوأ بلدان العالم معيشة، زين أسوأ بلدان العالم، كل مقومات الحياة ما يمتلك البلد. اليوم عايشين بس بلطف الله عز وجل، وبصبرنا وقهرنا وظلمنا، زين؟ نعم، احنا بعد بالنسبة لنا صبرنا نفذ، واحنا شعب فولاذي، يعني اللي صار بينا أشبه بالكذب، أشبه بالفيلم الهوليودي. احنا بعد هذا حدنا، لو يعني إذا تريد تحسب الناس اللي شردت الأوروبا العوائل، والناس اللي شردت خارج البلد سواء بتركيا، كل هالناس قام يصفي بيته وغراضه في سبيل يطلع، لأن الوضع أصبح مأساة وما ينحمل. يعني لا أمن لا أمان، ساعة الساعة بني آدم ما إلى كل حرمة بهذا البلد، مع الأسف كل حرمة ما إلى بهالبلد هذا. الدم العراقي رخصوه، أصبح البني آدم ما إلى كل قيمة وما إلى كل قدر. قامت العالم تنهزم وتشرد بريشاتها، أمن وأمان ما بي البلد، صحة ما بي، اقتصاده صفر، تعليمه صفر. اليوم المدارس متهالكة، مدارسهم اللي بناء جاهز يفترض، اليوم لها 10 سنين ودعش واثناعش سنة لسه المدرسة ما كاملة، شو وقت راح تكمل؟ الصفوف المدارس 4 دوامات و3 دوامات، الرحلة بها 4 طلاب، هذا من يفتهم الطالب، من يصير هذا؟ كله تآمر، وكله خيانة، وكله عمالة، هذا اللي دا يصير، كله أبد مو من فراغ ولا من بلاش السالفة. إن شاء الله إحنا صامدين رغم مع قلة العدد وخذلان الناصر، لا نرجع ولا نكل ولا نمل، زين. الفقر والعوز والجهل وصل إلى مراحل قصوى من القضية، زين. إحنا إن شاء الله نريد حكم رئاسي، هذا الحكم البرلماني ما جاب لنا غير التعب والأذية والبوق والسلب والنهب، خلي هذول يتحاكمون ويرجعون الفلوس اللي اخذوها، ونرجع احنا نعمر بلدنا بالقليل باللي نقدر له. اهم شيء هاي الوجوه الذيول الفاسده تطلع وتعيف بلدنا، واحنا ان شاء الله نبني بالتعاون وبالتكافل تمشي الامور ان شاء الله. طبعا مطالبنا واضحه، وما أعتقد أحد ما يعرف مطالبنا، هي اللي هي أساسية، من ضمنها رئيس الوزراء اللي دي يحضروه هسه ودي يدستروها هسه حاليا، هذا ترى ما مقبول، هذا السوداني وغير السوداني اللي هم أتباع حزب الدعوة وغير حزب الدعوة، وكل الأحزاب غير مقبولين نهائيا. لذلك رئيس وزراء محترم نزيه مستقل لا ينتمي إلى أي حزب موجود، هذا من المطالب المهمة والأساسية على مود يصير توجه إلى انتخابات مبكرة.
اللي هي راح تتحقق العدالة من خلالها للجماهير هاي الطالعة، واللي صار لها تقريبا وصلنا شهرين تقريبا لحد الآن. وبالنسبة لمحافظة بابل، محافظة بابل وما أدراك ما محافظة بابل، الفساد المستشري في ديوان المحافظة، الفساد المستشري في ديوان المحافظة، ولا أحد يحاسب نهائيا، لا أحد. حسابات الخطة، العقود الحكومية، حسابات الميزانية، دوائر فاسدة، والأحزاب مسيطرة على هذه الأقسام. ليش؟ لأن عندك العقود الحكومية والحسابات الخطة الاستثمارية هي المسيطرة على مشاريع المحافظة، وهذا لازم يصير إجراء حاسم خياله. وين المحافظ؟ سيد المحافظ لا محافظ موجود، لا السيد قائد، القائد الشرطة على مودي يروح يتدخل على هذه الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا متظاهرو ساحة اعتصامات محافظة بابل. الحد الآن محافظة بابل عن عشائرها، مثقفيها، موظفيها، بطلابها، لحد الآن مستمرة بالاعتصامات لحين تحقيق المطالب. طبعا لحد الآن الأحزاب جاي الدور في فلك. لحد الآن لا نلمس منهم لحد الآن أي تغيير واقعي. يريدون أن يأتون بأشخاص متحزبين لرئاسة الوزراء، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. نحن لا نقبل بأن يأتي أي شخص من تابع للأحزاب السياسية الفاسدة بأن يتولى رئاسة الوزراء. الشخص الذي يتولى رئاسة الوزراء يجب أن يكون حصرا مرشح من قبل ساحات التظاهر، ساحات في كافة المحافظات، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات. يجب أن يكون قانون الانتخابات قانون عادل يخدم كل شرائح المجتمع العراقي، بالإضافة إلى أنه موضوع 75 و25 هذا أيضا مرفوض، لا نقبل بهذا الشيء. يجب أن تكون دوائر متعددة وقانون يعتمد على الدوائر المتعددة، و 100% فردي، انتخابات فردية 100%. ونحن باقون ومستمرون في اعتصاماتنا لحين تحقيق المطالب. أما فلاح محمد الشياع السوداني فهو مرفوض جملة وتفصيلا. لا محمد الشياع السوداني ولا غير محمد الشياع السوداني، ساحات التظاهر ترفض هذه الشخصيات الحزبية، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. احنا مجموعة طلاب من جامعة بابل، بالتحديد كلية تكنولوجيا المعلومات. احنا كطلاب نمثل نفسنا بهذه الاعتصامات، اللي هي اعتصامات خرجت بكل الطوائف وما تنتمي الى اي احزاب او ميليشيات. طلعت الطالب بوطن، وبالتحديد احنا ثورة القمصان البيضاء اللي هي ثورة طلاب الجامعات وثورة طلاب المدارس، اللي هي لها تحديد كلش كبير بهاي الثورة. طلاب واجينا نشارك الثورة، نريد احنا البلاد تعود مزدهرة. عفنا احنا الدراسة وجينا للنصرة، شوكت ما نجيب حقنا نرجع ونقرأ، حقنا نريده ولا منعوفة. احنا كل حقوقنا اللي نريدها اختصرناها، احنا نريد وطن. احنا من نتخرج كفئة جامعة حقوقنا كلها مسلوبة، بحيث الطلاب كلها تتخرج لو تروح الأعمال حرة لو تقعد بالبيت، بحيث هاي الطاقات الشبابية كلها قاعدة تروح بمن؟ بالعدم. فاحنا اللي نريده شنو؟ احنا نريد هاي الطبقة الشبابية هي اللي تقود البلد، لان هاي الطبقة الشبابية هي اللي تحس بالمعاناة، هي اللي شافت الثورة شنو هي. اليوم تشوف الشاب العراقي او كل طوائف الشعب هي كلها متحدة، ما حد يمثلها، وكلها تحت اسم الوطن. لا ننتمي الاحزاب ولا ننتمي لاي ميليشيات خارجية. ليش؟ لان احنا دا نطالب بكل حقوقنا وما قاعد نشوف اي قومية او طائفة تحددنا. احنا هنا كلنا، ماكو لا سني ولا اكو شيعي ولا اكو كردي ولا اكو غير طائفة، كلنا اجتمعنا على حب الوطن، وكلنا ان شاء الله نغير هذا الوطن نحو الافضل. وان شاء الله هاي الثورة تكون مخلدة والاجيال كلها راح تذكرها، وهي امتداد من ثورة 20 اللي قادها اجدادنا الابطال. احنا ان شاء الله راح نكمل مسيرتهم، وان شاء الله ننتصر بهاي الثورة، وراح يكون شعارنا هو السلمية فقط، بالسلمية راح ننتصر. حاولت كل الأحزاب وكل الميليشيات أن تخرب هاي الثورة اللي هي ثورة سلمية، وحاولت تتدخل بكل الطرق. هاجمتنا بالقتل وبالقمع
قتلة الناشطين وقتلة المتظاهرين بالرصاص الحي بالغاز المسيل، لكن هاي الشباب طلعت تريد وطن ما ترجعها لا رصاص الحي ولا الغاز المسيل ولا أي شيء. ليش؟ لأن هي طلعت الطالبة بحقوقها، حقوقها اللي انسلبت خلال 16 عام، دم الشهداء اللي طاح بالمحافظات كافة. إن شاء الله ما راح يروح هدر، وإن شاء الله إحنا اللي راح نكمل مسيرتهم، وإحنا اللي راح ننتصر، لأن انتصارهم هو انتصارنا وانتصارنا هو انتصارهم. اليوم بهاي ثورتنا نشوف الشاب اللي قاعد يداين كروته حتى يجي للتظاهرات. اليوم بهاي الثورة نشوف أم الشهيد اللي تعوف عزاء ابنها وتجي تكمل بمسيرة ابنها. اليوم بهاي الثورة نشوف الشيعي والسني والمسيحي والكردي والصابئي واليزيدي يشارك بهاي الثورة اللي هي ثورة عراقية بحتة. هاي الثورة اللي ما يقودها أي شخص، طلعت بدون قيادة، طلعت تمثل العراق وشباب العراق وبس. حقيقة من باب أنه التاريخ يسجل المواقف المشرفة، ومن باب أن الأوطان لا تبنى إلا بأهلها وبرجالاتها، ومن باب أن الظلم لا يزول إلا بوقفة الشرفاء والوطنيين، نقف وقفتنا هذه نصرة لبلادنا العزيزة للقضاء على زمرة الفساد والظلم التي عاتت بالبلاد فسادا منذ 16 عاما. على الرغم من كل الصعوبات، وعلى الرغم من كل المعوقات، وعلى الرغم من كل ما نواجه من 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 تحديات، نقف هذه الوقفة لنبرهن للأجيال، لنبرهن لأبنائنا في المستقبل أننا وقفنا وقفة مشرفة لنبني لهم ما ضيعناهم في الماضي. وما جاءت وقفتنا هذه إلا بثوريتهم وبوطنيتهم وبانتفاضتهم لبلدهم العزيز. حقيقة ما خرجنا بطرين ولا خرجنا أشرين، إنما خرجنا مطالبة بالإصلاح، الإصلاح الذي ضاع على بلادنا منذ زمن طويل، منذ عقد من الزمن بل أكثر من ذلك. الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد عاثت به فسادا، لم تقدم أبسط المتطلبات التي حقيقة يطمح بها أبناء البلاد. الدوائر الصحية معطلة، الدوائر التعليمية معطلة، الدوائر المجالات الأخرى، الدوائر الخدمية معطلة. أصبح المواطن العراقي البسيط طالب بأدنى متطلبات الحياة لكنها غير متحققة. الحكومات والأحزاب حقيقة تراهن على إجهاض هذه الثورة، تراهن على إجهاضها من خلال التسويف والمماطلة ويعني الزمن، يعني على عامل الزمن تراهن. لكن حقيقة الذين جاءوا إنما جاءوا ليقولوا قولتهم بأن باقون، إما ننتصر وإما ننتصر، إما ننتصر وإما ننتصر، ولا رجوع لنا إلا بالنصر المؤزر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. لا يخفى على الجميع أن الحكومة اليوم في العراق بكل مكوناتها، شيعيها وكرديها وسنيها، هي حكومة ظالمة مختصبة لحقوق الشعب. وما هذا التجمع إلا من مبدأ وتطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الشعب لا يطالب بالمستحيل، الشعب لا يطالب بأمور لا يمكن أن تنفذ. كل مطالب الشعب هو أن يعيش، كل مطالب الشعب أن يكون له وطن، كل مطالب الشعب أن يضمن مستقبل أولاده، مستقبل الكبار. أعتقد إلى مجهول 16 عام من الوعود لا هي امتداد لسلسلة لحكومة ظالمة قبل هذه الحكومة. 16 سنة وإحنا نتأمل، 16 سنة وإحنا من دوامة إلى دوامة، من الحرب الأهلية اللي كانت نتيجة صراعات السياسيين إلى داعش الذي هو أيضا نتاج الخلاف السياسي، إلى معاناتنا، مستشفياتنا معطلة، دوائرنا معطلة، جامعاتنا معطلة. اليوم العراق يسير نحو الهاوية. نحن أكبر بلد مصدر للنفط مع خيرات العراق، خيرات العراق تعيش بها كل دول العرب، ولكن اليوم ترى العراقي فقير لا يستطيع أن يوفر قوت يومه. نعم هناك البعض، نحن نعلم بأن المكونات السياسية بأحزابها وتياراتها هي أحزاب وتيارات عراقية ومنتميها من العراق، فمن خلال مدسوسيهم يحاولوا أن يشوهوا صورة هذا التظاهر. دعوة إلى كل العراقيين،
دعوة إلى كل الوطنيين الأشراف، دعوة إلى كل من يحمل في قلبه دين محمد، سواء كان سني أو شيعي. نحن نأمل بأن يكون العراق أفضل، نحن نأمل بأن يكون العراق نحو الخير لا نحو إلى الهاوية. سيدي نمتن لك ولكل من يسمع ويرى معاناة شعبنا. نحن لا نريد اليوم، ليس كل المتظاهرين يرغبون في أن يكونوا قادة، ولا الكل يريدون أن يصبحوا في منصب رئيس الوزراء. لا أخي، كل ما نطالب به أن يكون هناك رئيس وزراء مصلحته الأولى وهمه الأول والأخير هو بناء العراق وليس بناء حزبه. اليوم كل الوزارات معطلة، صناعاتنا متوقفة، تجارتنا متوقفة، زراعتنا متوقفة. إلى متى هذا الإهمال؟ إلى متى هذا هذا التخبط في القرارات؟ نحن لا نريد إلا أن نعيش كوطن في التعليم. إحنا بلد خارج التصنيف العالمي. هذه أمور أرغمت الكبت والضغط، أرغم الشباب على الخروج. فكيف كان الخروج؟ الخروج واستقبالهم بالقنابل الصوتية ومسيل الدموع والرصاص الحي، وإذا بأيام نحن نفقد أكثر من 500 شهيد. فما كان إلا أن ينتفض العراقيين. إن شاء الله كما كان النصر على داعش، سيكون النصر على الأحزاب الفاسدة بكل مكوناتها، شيعيها وكرديها وسنيها. شكرا لك يا أخي الكريم، وشكرا لقناتك الجميلة. اللهم نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله، يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبنا ومطالب ساحات الاعتصام في كافة أنحاء العراق. أولا على ساحات الاعتصام أن نتقدم مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء، لأن ساحات الاعتصام هي الكتلة الأكبر عددا، تمهيدا لكتابة قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب العراقي. ونشكر فضائيتكم الموقرة. طبعا على مر السنين ما بعد 2003 دخل العراق في متاهات كثيرة بسبب الصراعات السياسية وضعف القيادات التي أتت، لأنها أتت من خارج حدود البلد، فبدأت صراعاتهم السياسية للأسف الشديد. كنا نأمل وكنا نتوقع أن يدخل الخير مع هذه الطبقة السياسية، وللأسف الشديد من أول يوم قد دخل معها الإرهاب الخارجي، بعد أن فتحت أمريكا المحتلة حدود العراق هذا العظيم على مصراعيها، ودخل ما دخل إليها من قتلة ومروجين ومخربين، فاستضعفت إدارة الدولة بشكل يعني، ووصلنا إلى حالة يرثى لها. نطالب من الطبقة السياسية الحالية أننا خرجنا بهذه التظاهرات الثورة الشعبية الكبيرة ضد ضعفكم، ضد كل ما دمر في البلد هذا بسببكم وسبب سياساتكم. المسؤولون الوحيدون عن ما جرى وما يجري اليوم هم أنتم بالدرجة الأولى، لأنكم لم تلتفتوا إلى هذا الشعب العظيم، الشعب الذي أراد العيش، وللأسف الشديد لم تنقلوا الصورة الصحيحة البيضاء لهذا البلد العراق العظيم. ننصحكم وباسم ديننا وباسم العراق أن تراجعوا أنفسكم، أن كنتم مصرين على بقائكم، تغيير الطبقة السياسية الحالية بالكامل وجلب وجوه جديدة وطنية كاملة الأوصاف، لها تاريخ وطني في العراق، وعاشوا في داخل العراق، عاشوا ضيم الحصار وعاشوا جور النظام السابق. إخواني أرجوكم وعلى شعبنا العظيم ألا تفرقكم هذه الأحزاب. الأحزاب كلما فرقتنا سيطرت علينا. علينا أن نتكاتف ونتعاون جميعا كشعب عراقي، ونتعاون مع الوطنيين الحقيقيين للنهوض في هذا البلد، نهوض بلدنا العظيم. أنتم الشباب لكم وعليكم المهمة التاريخية الصعبة، سواء في الوقت الحاضر من خلال ثورتكم وفي المستقبل. ولا نريد أن يماطلوا بنا
بترشيح رئيس وزراء من نفس الأحزاب، رغم أنه لا يعني شيء لأنه سيكون رئيس وزراء لحكومة مؤقتة انتقالية. ولا استقالة عادل عبد المهدي مثل ما كل المواطنين يريدون أرض وطن، أرض وطن بأمان، أرض وطن خالي من البطالة، أرض وطن منصف، أرض وطن من أمشي بي أكون ما خايفة ولا عندي أي قلق حيال أي شيء. أرض وطن بدور المرأة فعال دائما، خلال 16 سنة الماضيات نشوف المرأة مظلومة بكل شيء حرفيا بشتى الطرق. أما الآن ورا استقالة عادل عبد المهدي أو الوزراء الحاليين، أرض وطن المرأة بي ماخذة كل حقوقها. أرض وطن باكر من أكمل دراسة وأخذ الشهادة، أرض وطن أتعين بي، مو وطن أخذ الشهادة وأتعب 13 سنة أو أكثر وبالنهاية أحصل شهادتي وأقعد بالبيت. حل مفوضية الانتخابات ومن ثم تعديل قانون الانتخابات، من دون تعديل هذا القانون ما راح يصير شيء. هالثورة ما كانت بس على مود نغير قوانين أو نغير دستور أو نغير فقط الساسة، هالثورة صارت على مودنا إحنا كشعب. التغييرات الاجتماعية هي انعكاس للتغييرات السياسية. لهذا كل سياسي أنت راح تغيره أنت راح تكسب مجتمع جديد، مجتمع بثقافة جديدة، مجتمع يؤمن بالثقافة اللي أنت تريدها. لا تعتقد أنه أنت ما تقدر تغير، أنت تقدر. السلام عليكم، أنا محمد أحد متظاهرين ساحة بابل، طالعين المظاهرات وعندنا فرق تطوعية. إحنا هواي، إحنا فرق تطوعية لعراق أجمل، عندنا اليوم بازار سوينا دعم. طبعاً هاي شكو ربح شكو فلوس، أي شيء يجينا تبرعات راح نصرفه على سوح التظاهر، نوزعها على المتظاهرين من أكل ومن غير شيء. شاركنا بهواي حملات مجسر الثورة اللي هي حالياً إحنا بالحلة من محافظة الحلة. وزعنا حاويات، وزعنا أكل المتظاهرين، شاركنا بحملات تنظيف كل شيء هواي.
حاليا عندنا حملات ثانيه من صبغ وترميم بمجسر نادر. احنا الشيء اللي نريده احنا انه نعكس صوره ايجابيه، انه احنا متظاهرين واحنا شباب، احنا كلش مثقفين كلش ايجابيين، نحب الحياه، نريد وطن جميل، نريد وطن حاله حال بقيه البلدان، نريد نعيش حياتنا، نتعين من نتخرج، عندنا احلام نريد نحققها. اكو هوايه امور صارت حاولوا يشوهون صورتنا بس للاسف ما راح يقدرون، لان طبعا اكو هواي طرق دري نثبت بيها انه احنا شلون شباب واعين ومثقفين الى درجه يعني ما تقدرون تتصوروها. بقال لي فتره ممكنه انت شفت الجمال اللي صار بالمحافظات وشاف الجسور وشفته بسوح التظاهر كليتها، فهذا دليل على انه احنا شباب اذا استلمنا الوطن مالتنا حنسوي مثل بقيه البلدان ويجوز بعد افضل، خاصه احنا ببلد مليان خيرات وبلدان ودول اقل خيرات من عندنا وعايشين على اجزاء بسيطه صاروا احسن من عندنا. السبب كلهم اللي هم السياسيين وجماعتنا الاحزاب اللي حاليا بوقون وما يشبعون ابد ابد. طبعا المتظاهرين كلهم اللي موجودين بساحات التظاهر هم يعني مطلبهم الاول يعني والاخير والمطلب الاساسي هو ازاله هاي الطبقه السياسيه كلها من 2003 لحد هاللحظه. فبعد استقاله عبد المهدي احنا نطالب بحكومه انقاذ، وحكومه الانقاذ ما تكون من هاي الطبقه السياسيه، لا تكون مرشح رئيس وزراء، يكون مرشح من ساحات التظاهر، يكون عايش معاناة العراقيين، عايش معاناة هذا الشعب اللي انظلم على مدى العصور، مو نقول لمدة 16 سنة. خوش؟ فيكون عايش معاناته ويقدر يعني حتى لو يوصلنا البر الأمان منا لمن يصير انتخابات مستقلة وانتخابات أممية ويكون الترشيح فردي على كل محافظة، مرشحين مستقلين ما ينتمون لأي حزب ولا ينتمون لأي يعني جهة سياسية أو كتلة سياسية. حكمة العراق من 2003 لحد الآن يكون مستقلين، هذا مطلب كل ساحات التظاهر، وما راح نرجع إذا ما يتحقق هذا المطلب. وين بدنا نرجع إذا ما تراوح مكاننا؟ العالم بده يرجع العالم تتطور، احنا بدنا نرجع. اكو واحد ما سافر وطلع وشاف الدنيا، وقعد اني صار لي سنتين اسافر فرنسا، سنتين اروح باريس بسنه 2018 وكل شيء تحت الارض. احنا جسر مالت الام صار له 6 سنين ما ادري ايش كان، وكم والله عيب عليكم، مو لعبت نفسنا كرهنا كرهت حتى نفسي، ما ادري ايش اسوي حتى نخلص من عندكم. لا تتصلحون بالبلد، لا تطلعون، شنو الحل؟ هاني ترى بقلبه هواي والله العظيم بقلبه، لان القهر على بلد يجي يصير فيه واحنا خيرنا فايض على الدول الجوار. شكرا جزيلا. ما اقدر
ضحت بدمها ورفعت الرايه، 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 هبات بدمي الصبيه. الشعب ما تلقاني تدق الباكر من تجي وما عنه مطلب.